قست عليه الحياة في ظل الحرب، فلجأ إلى الشارع للاحتجاج ولكن بطريقته الخاصة، وهكذا وجه مناشدة لإنقاذ أسرته من الظروف المعيشية الصعبة. وسط شارع جمال يقف الشاعر الشجاع عمر القطابري صاحب عدد من المؤلفات في مجال التراث الشعبي، إذ يمر بظروف استثنائية بعد أن تعرض للخذلان طيلة 5 سنوات. آلامنا آلام شعب ليست آلام شخص، آلامنا آلام أمة ليست آلام فرد، ليست آلام أسرة، هي آلام أسر كثيرة في اليمن. تفاصيل كثيرة تحكي قصة معاناة القطابري، حيث يقيم هنا مع أسرته في هذا المنزل المتواضع الذي يفتقر لأبسط مقومات العيش. إبان وظيفته في وزارة الثقافة قضى شجاع معظم سنواته باحثا في مجال التراث الشعبي، وهذه المؤلفات تؤكد ذلك، لكن الحرب ألقت به وبإرثه على هذه الهيئة قبل أن تدمر حاضره ومستقبله الطموح، وهي تجرده حتى من مرتبه الشهري. عانينا كثير من الحرمان، ربما كان سبب الحرمان الحقيقي هو عدم الانتماء لأي تيار سياسي. انتمينا لحزب الوطن فقط، ربما كانت هذه جريمة وعقوبة. جملة من الأسباب أوصلت القطابري إلى هذه الحالة، أبرزها الحرب وفقدان دخله الشهري، وهو ما دفعه للبحث عن عمل يسد به رمق العيش، لكنه لم يحظى بهذا أيضا في مدينة تعاني من حصار وانعدام فرص العمل. أنا لا أملك أي مورد مالي، من يعينني هو أخي، يعينني بما يتيسر. عملت في منقرة براتب أجر يومي ب1200 ريال في اليوم فقط عشان أوفر الحد الأدنى أو سد الرمق. درجة وظيفية وراتب شهري يكفل به أسرته هي كل ما يبحث عنه الأديب القطابري بعد أن تقطعت به السبل وتنكرت له المؤسسات والدوائر الثقافية وفي مقدمتهم السلطة المحلية المسؤولة عن الاهتمام بالمبدعين. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.